تمام يلا. انا حجزت لنا سويت 3 ايام. الولاد قعدوا سو كيوت. امك حامل. هو فيلم لايت كوميدي اسري لذيذ جدا. زوج وزوجه متجوزين بقالهم يعني مثلا 30 سنه بس عايشين قصه حب جميله قوي، وعندهم 2 ولاد، حمدي ملغاني ومحمد سلام، ومجرمين جدا، كل واحد ناجح في مهنته بس منفصلين عن الاسره يعني زي معظم الاجيال الجديده والشباب دلوقتي. وبس بقى مش هقدر اقول بقى اكتر من كده غير ان هو فيلم ممتع، والحمد لله انا سعيده جدا برد فعل الجمهور وبالاقبال، وسعيده براي كل النقاد اللي شافوا الفيلم الحمد لله. لما قريته اول مره عملت كده قضيت وحبيته يعني، وانا بقرا استمتعت وانا بقراه، وحسيت ان هو ان يعني متعالج بشكل ممتع جدا، واحنا محتاجين حاجات تخفف عنا احمال الحياه اللي موجوده واللي احنا عايشينها في العالم كله دلوقتي. الكاست حلو قوي، المخرج موثوق فيه. لا حسيت ان لا ده اللي يتعمل دلوقتي. احنا عايشين فترة زمنية للإنسان متوترة جدا، مش احنا، العالم كله. يعني هو الواحد دايما بيشتغل وهو متوتر وهو قلقان وهو عايز يبقى كويس قوي قدام الكاميرا، لكن ان هو يبقى متوتر طول الوقت ورا الكاميرا وانت رايح وانت جاي وانت بتلمس اي حاجة، لا بصراحة الحياة بقت يعني انا شخصيا ما بقتش اخرج خالص غير فعلا لمسؤولية الشغل او لحاجة ضرورية جدا. لا الحياة ده ما تقيل صراحة قوي.